قررت لجنة الانتخابات الرئاسية بعد المداولة ما يلي: أولاً، فتح باب الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2014 اعتباراً من رد الاثنين الموافق 31/3/2014 حتى يوم الأحد الموافق 20/2014، وتتلقى اللجنة الأوراق من طالب الترشح خلال هذه الفترة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، ما عدا اليوم الأخير فينتهي الميعاد الساعة 2 مساء. ثانيا، يتم الإعلان عن المتقدمين لطلبات ترشح وأعداد المؤيدين لكل منهم في جريدتي الأهرام والأخبار يوم الاثنين الموافق 21/4/2014. ثالثاً، يكون تلقي اعتراض طالب ترشح على آخر خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 22/23/2014 بدءاً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 8 مساء. رابعاً، يتم فحص طلبات الترشح والفصل في اعتراض بعض طالبي الترشح على البعض الآخر خلال أيام 24/25/26/4/2014، ويحضر غير المقبولين في يوم الأحد الموافق 27/4/2014 لقرار الاستبعاد وأسبابه على محل الإقامة المختار بواسطة أحد المحضرين المنتدبين للجنة، ويعزز بورقية تلغرافية. تاسعا، يكون اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية في يومي السبت والأحد. خامسا، لمن تقبل طلبات ترشحهم أن يتظلموا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال يومي الثلاثاء الاثنين والثلاثاء الموافقين 28/29/4/2014، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 8 مساء. سادسا، تفصل اللجنة في التظلمات المشار إليها بالبند السابق خلال يومي الأربعاء والخميس الموافقين 30/4/1/5/2014، ويجوز لطالب الترشح سحب طلب ترشحه قبل الإعلان عن القائمة النهائية. سابعا، تعد القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الجمهورية وفقا لصفقية تقديم طلبات الترشح، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 مايو عام 2014، وتنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأهرام والأخبار. ثامنا، يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح لرئاسة الجمهورية هو يوم 9 مايو عام 2014، وتنشر طلبات التنازل خلال يومين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأهرام والأخبار. تاسعا، يكون اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية في يومي السبت والأحد الموافقين 10/11/5/2014. عاشرا، تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 مايو 2014، وتنتهي نهاية يوم الجمعة الموافق 23/5/2014، وتحضر الدعاية الانتخابية في يومي السبت والأحد الموافقين 24/25/2014 فضلا عن يومي الانتخاب. 11، يكون اقتراع المصريين بالخارج في الجولة الأولى خلال 4 أيام تبدأ من الخميس 15/5 وتنتهي الأحد 18/5/2014 اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء وفقا لتوقيت كل دولة. 12،
يجرى الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية داخل البلاد في جولته الأولى خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 26 و 27/5/2014 اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء من كل يوم في اللجان الفرعية التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية وفقا لكشوف الناخبين التي اعتمدتها. ثالث عشر، تتلقى لجنة الانتخابات الرئاسية الطعون في قرارات اللجان العامة في موعد غايته الخميس الموافق 29/5/2014. رابع عشر، تفصل لجنة الانتخابات الرئاسية في الطعون المشار إليها بالبند السابق خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 30 و 31/5/2014. خامس عشر، تعلن نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في موعد غايته يوم الخميس الموافق 5 يونيو عام 2014، وتنشر الجريدة الرسمية، ويختار رئيس الجمهورية المنتخب إذا حصل على الأغلبية المطلوبة في هذه الجولة. سادس عشر، تبدأ الحملات الانتخابية لجولة الإعادة إن وجدت اعتبارا من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة 18 ظهر يوم الأحد الموافق 15/6/2014. سابع عشر، يجرى اقتراع المصريين بالخارج لانتخاب رئيس الجمهورية في جولة الإعادة إن وجدت خلال 4 أيام تبدأ من 6/6 وتنتهي في 9/6/2014 اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء وفقا لتوقيت كل دولة. ثامن عشر، يجرى الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في جولة الإعادة داخل البلاد خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 16 و 17/6/2014 من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء كل يوم منها. تاسع عشر، تتلقى لجنة الانتخابات الرئاسية الطعون في قرارات اللجان العامة عن جولة الإعادة في موعد غايته نهاية يوم الخميس الموافق 19/6/2014. عشرون، تفصل اللجنة في الطعون المشار إليها بالبند السابق خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 20 و 21/6/2014 وتسمع أقوال الطاعن يوم السبت. الحادي والعشرون، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية في موعد غايته يوم الخميس الموافق 26/6/2014 وتنشر في الجريدة الرسمية ويختار رئيس الجمهورية المنتخب. وتهيب لجنة الانتخابات الرئاسية بأفراد هذا الشعب العظيم المقيدين بقاعدة البيانات الداخلين ألا يتراخوا في ممارسة حقهم الدستوري انتخاب رئيسهم الذي يرضونه بكل حرية، واللجنة في حالة انعقاد دائم لأداء مهامها التي نعطها بها الدستور والقانون. السلام عليكم ورحمة الله.